السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في الحلقة دي هناخد مع بعض، مع كريم، هنعمل ديمو على مايكروسوفت فابريك، وانا اشرح هو شغال ازاي عشان نقدر نوضح الكلام اللي شرحناه في الحلقة اللي فاتت. ف كريم هياخدنا في الرحلة دي. يا مسهل، تمام. طيب انا يعني لو حابين تعملوا الكلام ده بنفسكم، حتى لو مش شركه كبيره او اي حاجه، اي حد يقدر يكريت مايكروسوفت 365 اكونت على الانترنت. الاكونت ده بيدي لك لايسنس اسمها E5 لايسنس. دي لايسنس بتاعت يعني بتدي لك شويه اوبشنز في مايكروسوفت تولز، واللايسنس دي تقدر تستعمل، يعني تقدر تأفورد لغاية ان انت يبقى عندك 25 users including الادمن. يعني لو الادمن اهو كريم، في additional 24 users. تمام، دي السبسكريبشن مايكروسوفت عادي، زي ما انت بتروح تكريت مايكروسوفت اوتلوك، بتكريت مايكروسوفت اكاونت، ودول اليوزرز اللي عليه. انا دمبيت شوية دامي يوزرز، ولو انت دخلت على المايكروسوفت اكاونت ده هتلاقي انت عندك ابلكيشنز. فين المايكروسوفت اكاونت؟ عندك ابلكيشنز منهم باور بي اي. هتخش على الباور بي اي هيقول لك تمام. انا طبعا مش هعمل كده عشان هيقعد بقى يسالني اسئله وايميل ادرس وكونفيرم سكيورتي والكلام ده كله، مش هنعمل كده. بس باور بي اي هيبقى اوبشن، وزي ما شفنا المره اللي فاتت هتخش على باور بي اي، تلاقي هنا باور بي اي كده اهو، تمام، app.powerbi.com، وهتلاقي هنا في اوبشن enable fabric trial. هيجي لك بقى الايه، يقعد كاونت داون على حسب الترايل ده، ممكن يبقى تقريبا 30 يوم، او يمكن انا عملته كان 60 يوم او كده. ف ساعتها ايه اللي هيحصل؟ الابلكيشن اللي كان معاك في مايكروسوفت سبسكريبشن او باور بي اي اتحول بقى ايه، بقى فابريك. واللي زي ما قلنا المره اللي فاتت هو عباره عن باور بي اي بلس التولز اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. نفس Fabric is trying to give the same experience للبقية التولز دي، اللي هي Data Factory اللي بنعمل بيه Ingestion، Data Activator اللي بنعمل بيه Notifications، Actionable Insight، Industry Solutions. دي Solutions تبقى specific لإندستري معين، Telecom، Manufacturing وهكذا. Real-Time Intelligence ده اللي احنا يمكن كفرناه في الآخر فترة، اللي هي التولز اللي كانت زمان Event Hub و Streaming Analytics و EDX، التلاتة مع بعض كده تلموا وبقى سموهم Real Time Intelligence. تمام؟ فيهم اتنين تلموا بقى ماشيين، فحتى توصل للواحد فيهم اللي هما Event Stream. Event Stream ده بقى على بعض كده هو Event Hub plus Streaming Analytics. EDX لسه لوحده جوه Fabric Real Time Intelligence اسمه Event House أو Custo Database. Synapse Data Engineering ده اللي بنعمل بيه Data Spark Data Engineering. Data Science نفس الكلام، بس تقدر تستعمل environments معينة، تستعمل مع integration مع ML Flow وهكذا، شوية Data Science like experience. Data Warehouse دي بقى الـ SQL experience. فأنت كده زي ما شوفنا المرة اللي فاتت عندك SQL option، Spark options، KQL options، و Analysis Service اللي هو الـ engine اللي يران باور باي. باي ذا واي، حاجه قبل ما نبدا الديموز، مع دخول فابريك ظهر حاجه جديده في الباور بي اي اسمها حاجه يعني worth to mention، حاجه اسمها دايركت ليك مود باور بي اي. تمام، ايه الدايركت ليك مود ده؟ ان يعني احنا زمان عشان استعمل الداتا في باور بي اي قدامي حل من اتنين، يا اما اكويري ران تايم ليك هاوس او داتا وير هاوس عشان اروح اجيب الداتا اللي في الباركي، او يعني لو هي ليك هاوس تبقى باركي، لو هي اوريدي في الوير هاوس خلاص انا بعمل كويري. الكويري ده بيجيب الداتا يحطها في سبيسيفيك فورمات اللي فابريك اللي باور بي اي بيعرف يتعامل معاه. خلاص، هو كيوب، هنقول ان هو كيوب فورمات. الحل الثاني ان انا هقول لك لا، انا مش عايز اعمل كل شويه دايركت كويري، انا عايز امبورت، انا اجيب شويه داتا احطها اوريدي في الكويري ده في باور بي اي اوريدي وخلاص كاشد. طبعا الكاش ده سريع جدا ولكن عنده ليميت، انت بتحاول تحط كل حاجه في باور بي اي، اكيد هنوصل لليميت، يعني الليميت معين. التاني ده
بطيء شويه عشان بيروح يعمل كويري، ولكن بيجيب الداتا الجديده ويسكيلبل شويه. اخر واحد بقى الجديد 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 منه هو الدايركت ليك، ان انا هسيب الداتا في الداتا ليك بفورمات دلتا، بس هديله ايه فليفر كده، حاجه اسمها في اوردر. الفي اوردر ده في الدلتا خلى الدلتا جاهزه لباور بي اي، دلتا في اوردر اوبتمايزيشن. باي ذا واي، واحد من الاوبتمايزيشنز اللي عملتها داتا بريكس اسمه زي اوردر، فيمكن عشان كده هم يعني انسباير فروم ذات لفي اوردر. الفي دي جايه من الفورمات النيم بتاع الكونسبت اللي كان بالداتا بتيجي فيه في باور بي اي اسمه فيرتي باك، فيرتي باك، فعشان كده خدوا الفي وخلوها في اوردر. وممكن نعمل حلقه مفصله على الفيرتي باك ده، بس هو زيه زي كل الفورمات اللي كنا بنتكلم عليها، عنده سبيسيفيك واي تو سورت تو ستراكشر سورت اند انكود ذا داتا. كل الناس بتعمل نفس الايه الحركات in my opinion، يعني الهاي ليفل دي او يعني الطريقه المختلفه دي عشان يوبتمايزوا الفورم الفايل اللودنج للميموري. فلو انت الداتا في دلتا في الوان ليك بدلتا في اوردر فورمات، وهتلاقي هنا في البيج دي بيشرح ازاي تخلي سبارك مثلا تطلع الفي اوردر فيرجن بتاع الدلتا. خلاص، اول ما تخلي الداتا جاهزه في الفي اوردر هو فلاج تقول له في اوردر انيبل، لو انت الفلاج ده ترو خلاص الداتا دي تقدر ما تستناش عليها تو بي كويريد باي اس كيو ال او سبارك. في سبارك يعني اس كيو ال ليتس سي، ينفع سبارك طبعا بس مش كويري بقى، خلاص يعني ريد الداتا. ساعتها تستعمل الدايركت ليك مود، خلاص الداتا دي جاهزه تطلع على باور بي اي. ماشي، ده حته برضو من الحاجات الاوبتمايزد في فابريك. نرجع تاني، ده كده كنا خلصنا الباور بي اي. خلاص يبقى باور بي اي داتا فاكتوري اكتيفيتور. اللي هنعمل الديمو عليه النهارده هو لو حد انيبل الترايل في لينك هنبعته ان شاء الله، اللي هو اسمه End-to-end tutorials in Microsoft Fabric. ده tutorials جاهزة يقدر أي حد available online يمشي عليها يتفرج الحاجات دي in action. تمام؟ أنا اتفقت مع مصطفى إن هو كان إيه نفسه يشوف EDX وكده، فإحنا اخترنا اللي إحنا كنا لسه بنتكلم عن الفترة الأخيرة هو Real Time Intelligence، إن هو ده يبقى إيه أول ديمو نعمله. طبعا في بقية ديموز على Lake House، على Data Science، على Data Warehouse، والاكسبيرينس بقى بتاعت الباور بي اي يوزرز، بتاعت الداتا فاكتوري يوزرز، بتاعت الداتا ساينتست، كل ده ممكن نقدر نعمله. بس هنعمل ايه النهارده كبس بدايه؟ هو الريل تايم انتليجنس. لما تدوش على اللينك بتاع التوتوريال هيحكي السيناريو وستبس، وان شاء الله يعني ناخد شويه وقت، ما ناخدش وقت لان زي ما شفنا التول ساس ما فيش قوي بروفيجنينج، واستنى على الكلاستر يقوم والكلام ده كله، والديموز يعني معموله كويس ان انت تقدر تجيب سامبل داتا تحطها على طول وتبدا تتفرج على طول. طيب في شويه بري ريكويزيتس، طبعا ان انت محتاج يكون عندك ورك سبيس ويكون عندك كاباسيتي، يعني حاجه تشتغل فيها يعني. ماشي، طبعا انت لما بتشتغل اما بتنيبل فابريك بيجي لك باي ديفولت ورك سبيس بتاعتك اسمها ماي ورك سبيس، دي بتنزل باي ديفولت لاي حد اوريدي بيستعمل باور باي بيبقى عنده ماي ورك سبيس، فدي ورك سبيس بس طبعا فاضيه يعني ما فيهاش اي حاجه. تمام، عندهم شوية templates لو عايز حد يعمل حاجة بسرعة. في لامدا هو لامدا architecture، ميداليان architecture، event analytics، دي بقى ايه templates جاهزة يجيب لك بقى ايه فيلم كامل end to end blueprint حلو. فطبعا ايه ده للناس اللي عارفة هتعمل ايه، احنا ايه احنا لسه هنبدأ نعمل tutorial من from scratch فمش هنعمل ده. خلاص، فدي workspace فاضية ما فيش اي حاجة دلوقتي، هنبدأ بسم الله نعمل ايه نفولو الستيبس بتاعت الديمو ده. خلينا نقرب ده لده بحيث ان احنا يبقى هنا، لا مش ده اصلا اوكي ده، تعالى بنحطه فوق خالص وده وراه real time intelligence. يبقى real time intelligence tutorial real time intelligence ال workspace. ومعلش بقى
ما اعرفش يعني at some point لو ده مش واضح اقول لي، بس انا محتاج اسيب بقى ده كده عشان بدل ما نروح بقى نفتح ونقفل بسرعة نروح من هنا لهنا. اوكي معلش انا سكرين واحدة فسامحني بقى. تمام بسم الله. part 1 set up sources resources. هنبدا هنكريت اتفقنا سموا الجزء اللي فوق في اللامدا event house بحيث يبقى عندك ال event house في الهوت باث و lake house في الكولد باث. فاحنا هنشتغل على ايه؟ على event house. فهنكريت اول حاجه event house ده اللي ايه الكونتينر هنشتغل عليه للريل تايم باث خلاص. فهنيجي هنا اوبس نقول له new event house ماشي upgrade اوكي. هنسميه ايه؟ هنسميه حد عايز يقول لي حاجه هنا في التسميه؟ قايلين اسمه حاجه new event house tutorial ماشي. هات يا سيدي tutorial اوكي في سبيس كرييت كله على السخان اللي بعده الايفنت هاوس زي الليك هاوس بيبقى فيها مثلا برونز سيلفر جولد يعني كذا لاير. ده بيبقى فيه كذا داتابيز يعني الايفنت هاوس عباره عن تجميع داتابيزز. فاحنا محتاجين جوه الليك الايفنت هاوس ده نكريت بقى ايه كي كيو ال داتابيز. اعتقد في واحده بتكريت باي ديفولت لما تكريت ده ايوه اهي في داتابيز زي ريدي كريتد اهي اسمها بنفس الاسم الايه الايفنت هاوس. تقدر تزود داتابيز تاني لو عايز بس دي الداتابيز. يبقى الايفنت هاوس ده تجميع برضو هيراركي لكن الداتابيز نفسها هي الكي كيو ال داتابيز دي. احنا شايفين ان الداتابيز دي كريتد من ساعه سوري من ساعه ايه من دقيقه من دقيقه وهوستد في يو كي ساوث. وفي حاجتين مهمين مين هنا نبص عليهم ان الداتابيز دي ليها اتنين URLs واحد انجست بي ده لو انت هتتكلم على حاجات من بره يعني حاجات انجست بيها وحاجه الكويري بيها. احنا مش هنستعملهم طبعا احنا كله جوه فابريك بس لو عايز من بره تستعمل اليو ار ايلز. ونيجي بقى للفيرجن ده للفيتشر ده اللي هو برضو اكيد بيتكلموا عليه ما قلناهوش ايه بقى الحلو ده وان ليك افيلابيليتي. فاكرين لما قلنا عايزين زيرو اي تي ال عشان ابقى ميرور انا بقول لك اعمل الداتا دي اللي هنا في السورس ده اعملها هنا مش محتاج اعمل روكيت ساينس يعني عشان ده. نفس الكلام بقى فين في الـ في الـ في الـ في الفيتشر ده. الفيتشر ده بيقول لك انت لو جبت لي الداتا ريل تايم وعايز تميك ات فاكرين الكابتشر نفس الكلام وعايز تعمله عايز تبوش الداتا دي داون للليك هاوس في دلتا فورمات بس خلاص حط البتاع ده انيبل بس شايف هو ده اهو. هتلاقي بص هنا قبل ما اعمله you can make this data انا مش عارف شايفينها ولا لا يمكن اصغر ده يمكن تكبر بس اعتقد مش هيبان انا يعني هسبل مكتوب ايه you can make this data available in one lake in delta lake format by activating this option. خلاص data availability in one lake is inactive by default once activated any new incoming data will be available in one lake. معناها سيب الريل تايم باث الهوت باث ده يشتغل ياخد الداتا يبروسس ات يسيف ات في اي دي اكس اللي هو كوستو في فابريك وانيبل الوان ليك افيلابيليتي شكرا الداتا بقت جاهزه تحت دلتا. يبقى عندك ثلاثه اوبشن على نفس الداتا عندك الكي كيو ال انالايز الداتا جوه الداتابيس دي الداتا نفسها موجوده افيلابل في دلتا ليك فورمات تستعمل بقى عليها اس كيو ال او سبارك كل ده كده options وانت عملتش حاجة خلاص. يبقى انت لو عملت ده تلو enable خلاص كده بقى عندك path على ال one lake الpath ده موجود فيه نفس الداتا بدلتا lake format وما كتبتش اي حاجة تمام. يلا خلاص عملنا activation خش على step number 2 نجيب شوية داتا. هنجيب الداتا منين؟ هنخش بقى دلوقتي احنا حطينا database كانت database فاضية مفيش حاجة تعالى بقى نجيب داتا على database دي هنجيبها منين؟ من الايفنت ستريم بقى اللي هو بيجيب داتا من ريل تايم. ف هنروح على الريل تايم هاب ده زي الوان ليك هاب كل حاجه فيها وان ليك هاب ده اللي فوق اللي تحت الريل تايم هاب ده اللي فوق ريل تايم هاب ده كده ريل تايم داتا. ها عايز تجيب ايه من ريل تايم داتا دي يا باشا؟
هتقول له get events، هيطلع لك بقى ايه sources بتاعت real time data. ونفس اللي احنا شفناه في ال one lake لامازون S3 والجوجل ستوريج و EDLS، هنا Kinesis data stream، Confluent، جوجل بابسب، دول بقى ايه، دول real time sources، دول اللي بيدوا زي event hub صح. عندي Confluent كافكا، Confluent كافكا، IoT hub، event hub، Kinesis، CDCs من ال databases صح، دي برضو real time sources وهكذا. عايز مين فيهم بقى انت يا ريس؟ عايز sample data. في حاجة اسمها sample data هنا؟ حد شايف sample data؟ sample data اهي ماشي، عنده شوية samples جاهزة. ايه هي؟ bikes ويلو تاكسي وستوك ماركت. مين ده؟ عايز مين فيهم؟ عايز bicycles. ماشي، هات البايسكلز، وده اسمه سامبل ديتا، خلاص خليه سامبل ديتا. نيكست، كله كله على السخان. كريت، احنا كنا بنتعب قوي في الحاجات دي. يلا خلاص تمام، نيكست. خلاص كده احنا خلصنا، جبنا شويه ديتا، هيعمل ترانسفورميشن للديتا دي. تعال نبص على السريع على الترانسفورميشن دي، عايز يعمل ايه قبل ما ايه تاني ده يجهز. هيزود فيلد انه هو يعمل ديت تايم ويعمل تايم ستامب، هياخد تايم ستامب يزوده على الديتا. ماشي تعالى خلص افتح بقى الايفنت ستريم. ايه بقى الايفنت ستريم ده؟ هنشوفه دلوقتي. عنده سورس في النص، لو عايز تعمل ترانسفورميشن ديستنيشن للسورس للديتا دي. فاحنا الديتا دي سامبل خلاص وشغاله اهي، او شايف في incoming data بتاعت الايه البايكس شغاله جيسون. حلو، هنا بتتفرج على الترافيك عامل ازاي خلاص. وهنا ايه لو عايز تحط بقى التارجت. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل ترانسفورم ايفنتس. الاول قال لك عايزين نزود فيلد اللي هو مانج فيلد، حط ده هنا وده سوري كده زو وصله. ايه اللي حصل؟ اوكي، انا المفروض اعمل دي مانج فيلدز بدل دي، مش عايزين دي. ماشي، عايز ايه بقى؟ اد فيلد بلت ان تايم ستامب. ماشي، وهيسميه ايه؟ تايم ستامب. هات سيلكت، نروح هنا سيت اب بقى ده. اوكي، اد فيلد. ماشي، احنا ممكن نسميها 1، معلش احنا حطينا واحده بالغلط، شوف هيعمل معنى ايه. سيلكت فيلدز بلت ان تايم ستامب، هنسميه تايم ستامب. اد سيف ايرور. ايه المشكله؟ انا حاسس ان هو ايه، مفيش تارجت، المفروض نحط التارجت الاول. اوبريشن، ورينا مكتوب ايه يا عم، في حاجه انا مش شايفها. وانت في حاجه في لغايه ما تلاقي الحاجه دي، لغايه ما تلاقي بتاع دي. افتكرت كده وانت بتعمل الديمو، ان افتكرت داتا ستيج والتولز القديمه اللي هي بتاعت الانتربرايز، الكلام ده كله على كلاود وبشكل حاسه بشكل سهل قوي. يعني ان الواحد لو عايز يعمل البايبلاين ده باستخدام مثلا افلو ولا تولز، ويعمل او في كومبليكيشن وكويريز والكلام ده، حاسه يعني حوار. يعني دلوقتي حاسس ان انا برجع لخيالات الماضي مع الاي تي ال تولز اللي هو دراج اند دروب، والدنيا تكون سهله يعني. تمام، احنا كنا محتاجين نحط داتابيز، فاحنا داتابيز اوريدي من الكريتا. عايز اعرف بس مسمي التيبل ايه؟ نسمي التيبل تيوتوريال تيبل. يا سلام ونعم الاسم، انا بحب الانوفيشن. اسم كان لازم اشوفه فعلا. سيف، كنا في امازون كان بيقول لك ان يعني اختار الاسم ده من الحاجات الناس بتبذل فيها مجهود، يعني ان هو عايزين حاجه لو ما حدش متوقعها. تعال نشوف. طيب احنا كده عملنا
انا كل مره بنسى، كل مره بنسى، بغلط نفس الغلطه، بقعد اعملهم على جنب ومش عارف اوصلهم ليه. ما هو ما بيجيبها لك هو في البلاس اللي هنا. كي كيو ال دي بي ايه ده؟ كي كيو ال دي بي ورك سبيس اللي هي ماي ورك سبيس داتابيس تيوتوريال الكريت نيو تيبل. هل بقى الكريت في اللي فاتت ما اتكريتش؟ الحمد لله سيف. هي مفيش حاجه من زعلانه. تمام شكله حلو، شكله حلو. انزل ده كده شويه تحت، طلع ده فوق، شكله كده احلى. تمام خلاص كده خلصنا. لا يا راجل، يعني هبابلش خلاص كده شغال. ستيب 3 ده دخل في الاليرتس بقى. طيب هل كده انا تمام كده؟ الاليرت ده كده دخل في اللي هو الريفلكس، فاكر الريفلكس ده الانترنال نيم بتاع، لسه سايبينه الانترنال ان هو لسه بريفيو بتاع الداتا اكتيفيتور. هو المسميات هنا جميله يعني، بس حلو نفس الكلام. طب خلاص انا كده تمام، بابلش. روح كده الداتا راحت، بتروح عم بتروح في الداتا بيس دي. بنروح كمان شويه نعدي عليها، بس قبل ما الداتا تروح قال لك تعالى نعمل اليرت. طيب يا سيدي هنعمل ايه بقى؟ برضو ريل تايم هاب سيت اليرت. روح على ريل تايم هاب، يبقى هنروح على كرييت ريل تايم هاب. ريل تايم هاب ما قدامنا ولا راح فين؟ انا رحت تهت ليه؟ مش كان في ريل تايم هاب لسه شايفينه من شويه؟ ريل تايم هاب ماي ورك سبيس. انا بس شايف الريل تايم هاب من شويه، حصل ايه؟ مش احنا عملناه من ريل تايم هاب من هنا؟ هوم شكل ده. شفت بقى، شفت مستخبي ازاي؟ انا يعني كنت حاسس ان هي حاجه زي كده، كنت هقولك انزل بص على تحت. استخبي. طيب ها عايز ايه المره دي؟ قال لك سيت اليرت. ماشي في سيت اليرت جيت ايفنتس الاول ولا فابريك ايفنتس؟ لا مايكروسوفت سورسز. فين جيت نفوت؟ طبعا احنا عمالين نجري بسرعه ما بنشوفش ما بنقراش الكلام. قال لك في الشمال سيلكت تايم هاب، بعد كده سيلكت الايفنت اللي انت كريتو. مش اي حاجه، تجيب اللي انت كريتو داتا ستريمز. فين بقى اللي احنا كريتناه؟ مش ببلشناه ولا ايه؟ ولا نسينا؟ اهو يا عم شغال ستريمينج، ستريمينج زي الفل. طب ايه، ندي ريفرش هنا ونقفلها ونفتحها؟ نعمل ازاي كده؟ تعال نقفل ده ونقفل ده ونقفل ده وما بتقفلش ده. طب نعمله ايه، هارد ريفرش ولا ايه؟ داتا ستريم صح. ماشي تعال نجرب. اهو نعمل ايه بقى؟ ندوس عليه سيت اليرت. يلا حصل ايه؟ هنا يلا هنبعت حاجه. ما انا ما عنديش بقى الحاجات دي. شفت بقى انت احرجتني. هنعمل ايه؟ هو قال لك عايز تعمل ايه في ال... هتبعت ايه في الاخر؟ تيم مسج. ما انا قافل التيمز، مش هستفيد اي حاجه من الاليرت ده. ماشي يعني هو هنتخيل ان احنا نحط، يعني تعال نتراقب يعني هنتخيل نتخيل ان هو موجود في اليرت، ان احنا يعني احنا بس هنبعت هدفنا تيم نوعي الناس مسج. الفكره. يعني ابعت ايميل، ابعت ايميل حتى، ممكن تبعته على يعني اي ايميل كده راندم، يعني مش شرط حتى يكون طب ايميل ايه حقيقي هو يعني. بقى؟ بس طيب لازم سبسكرايب صح؟ المشكله انك عملت برضه تيمز انت تحط له ويب هوك، فتعال نبعت ايميل عشان هيكون اسهل شويه، بس يعني اي حاجه مش فارقه يعني. تصدق ممكن الميل. تعال نشوف الميل. لان ممكن احاول اجرب. التيمز هيقول لك هات ويب هوك تقريبا، وبعد كده اوكي سبسكرايب جدع. هتطول شويه، فالميل هيبقى اسهل ان لو بعت ميل طيب وبعد كده ايه يعمل التريجر ويب هوك. بتاع النوتيفيكيشن ده؟ ان نو نو بايكس از بايكس ليس ذان 5. نو بايكس از ليس ذان 5. تشيك وين نو بايكس كونديشن از ليس ذان 5 وخليها ميل.
يا ترى بقى هيجيب هيقول لي فين الميل؟ اكيد. ماشي، عايز مني حاجة تانية يا باشا انت هنا؟ تمام، تيوتوريال ريفليكس، يعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي احنا ايه ممكن نعملها غلط في البتاع ده. ماشي، كرييت يا مسهل. طيب هو بيكرييت، نروح على الايه، على اللي بعده كده. احنا خلصنا دلوقتي اكتيفيتور على السريع، بس انا عايزك ايه تستنى معايا المهم. مين المهم ده بقى؟ كي كيو ال الاي دي اكس، المفروض داتا واحد دلوقتي كي كيو ال. هنروح بقى نفتح نوت بوك كي كيو ال ونبدا نلعب بقى. شايف اللعب اهو؟ ماشي. طبعا انا نفسي العب اكتر من كده، بس يعني ما عندناش وقت قوي. اوبن ده داتا اكتيفيتور اهو، ده الميل. الميل ده مين بقى؟ هل ده الميل ده فعلا؟ تعال كده نجرب. مش عايز ليه يروح على اوتلوك. الله، بيقول لي ساين ان. نقعد بقى ايه، يقعد بقى يسألني 50 سؤال، ما سألنيش. تمام، تي 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 تي. احنا مش شرط يجي لنا حالا يعني، صح ولا ايه؟ ربنا يسهل بقى، نشوف حد يجي يعمل اوبس. الخوف بس ان يروح في السبام او يكون ضل الطريق وهو ماشي يعني. لا يا راجل انت ما تقولش الكلام ده. جانك؟ لا، هيجي ان شاء الله. لما يحصل المنار الايه المراد، هيجي الميل. في حاجة هنا عايزها؟ مفيش. نبقى نعدي عليه كمان شوية قبل ما يخلص بقى الميل ده. لو جالنا حاجة تعالى نتفرج ايه، نخلص الحتة بتاعت الكي كيو ال. انا واني كان نفسي اعمل حتة انومالي ديتكشن على السريع، بس مش قوي يعني. طيب طبعا دي الحاجات اللي ايه يعني اللي هي يعني ايه اي بتنجان يعني. الف ب. طيب هنعمل ايه في الالف ب؟ هتخش طبعا انت تقدر تتفرج بقى في الورك. احنا كريتنا حاجات، تقدر بقى تشوف الورك سبيس دي، تقدر بقى تشوف المنظر ده بقى، اللينج اللي احنا بنتفرج عليه يعني. شايف اهو، تلاقي بقى دلوقتي عندك ايفنت هاوس فيه داتابيس دي، وداتابيس دي بتجيب من التوتو من الايفنت ستريم ده، وعندك فيه ريفلكس معمول على الايفنت ستريم ده، كله متشاف. شايف كله دلع الدلع. نخش بقى الداتابيس دي نشوف فيها داتا. حلو، طبعا فيها ايه حاجات في الصغير. هنعمل ايه؟ هنقول له عايزين ايه، نبدا نكويري الداتا. فتمسك التيبل ده تقول له ايه، مش كده، تقول له كويري. ونعمل نوت بوك، فيه اوبشن نعمل نوت بوك. كويري، هات لي اي ميت ريكورد. يلا اهو، تيك تيك مي، يطلع لك بقى ايه التايم ستامب اللي احنا زودناه. مش عارف فين الباقي ولا هم كلهم هنا. لا التايم ستامب بس. واحنا يا لهوي، احنا حطينا التايم ستامب وشلنا الباقي. طب كويس، احنا مش هنعمل تفاصيل بقى. احنا بدل ما ناخد الديتا ونزود عليها تايم ستامب، احنا حطينا التايم ستامب بس. فضيع كل ال ضيع كل الديتا. بس يعني خلاص، تايم ستامب جه الحمد لله. في شويه تايم ستامبس جميله، مش عارفين دي بتاعت مين. ماشي. طبعا ممكن نروح دلوقتي نشوف بقى الستريم، نحاول نعدله. وين ورك سبيس ايفنت ستريم. ماشي. في حاجه، هو ده اديت. ايه ده بقى ده اللي حصل؟ مانج فيلدز، ما خدناش بالنا طبعا واحنا بنعمل الكلام ده، ان احنا ايه، ان احنا ما خدناش الديتا اللي جايه. ديتا اهي، الديتا دي ما فيهاش تايم ستامب يعني فعلا. عيب قوي يا جماعه، ما فيهاش فعلا، صدق غريب قوي. ده بقى محتاجين ن edit
add fields. فين بقى ال imported schema؟ اهي هات بقى كل دول، سيبناهم احنا في السكة. تمام. طيب فين بقى، فين ال add؟ add اه save. طبعا التيبل ده ضرب، التيبل ده مش معامل حساب على الكلام ده. هنقول له بقى create table تاني، table اللي سموه tutorial table 2 او complete. done save، روح القديم. تمام كده بقى عندنا التايم ستامب جاي في التايم ستامب، والايه واللي جايين موجودين. مش طبعا احنا بنعمل بقى بس على السخان التوتوريال، ففلتت مننا دي. تمام ببلش، يلا بينا شويه كده نروح نشوف التيبل 2 ده في الداتابيز اللي هي مفروض دي. هنقفلها ونفتحها كده يمكن ربنا ينفخ فيها وتطلع بسرعه، بتجيب الحاجات دي. يلا توتوريال لسه ما جاش، مش اي ريفرش هنا في اي حته. ريفرش اهو. اهلا اهلا، الحمد لله. ايوه كده يا عم، ايوه يا عم، وقعت قلبي ماشي بس لسه ما فكتش دي تقوي. ماشي. وعامه التوتوريال كده شكله ما فيهوش حاجه تانية. في بقى ايه، هتاخد ده هتعمل تايم سيريز بتاعت النو بايكس اجينست التايم ستامب وترندرها تايم شورت. تمام، ده ممكن تتفرج على الريندر ده قبل ما تعملها داشبورد يعني. فانت ممكن تاخد الكويري ده كده اهو، تقول له نفس الكلام كويري داتا، هات شويه اي داتا لسه ما جاتش داتا، بس حضر نفسك اول ما تيجي الداتا هنديها ده. طبعا انا مش شايف الكلام ده، ماشي يلا يا ريس رن. لسه بيجي، ماشي ان شاء الله لما تيجي الداتا ايه. وبعدين احنا عايزين ايه ده، شفت بقى الغلطه الشنيعه. طبعا الكويري عامل حسابه ان احنا حاطين في التيبل ده، عشان كده الراجل بيقول لك مش شايف الكلام ده، ده تيبل كومبليت ناو. طيب ها في حاجه جت لسه، ماشي اديله فرصته هيجيب شويه داتا. بعد كده نيجي ده، كان نفسي نعمل بقى الحاجات الانوملي ديتكشن والفوركاستنج، بس يعني المره الجايه ان شاء الله. بس بجد وعد بقى ان احنا ندي فرصه اكتر اكبر للكوستو ده في المستقبل ان شاء الله. ايه تاني بقى في الداشبورد دي، هياخد كويري تاني، تعال نحضرها برضو. الكويري هيبقى على التوتوريال تيبل لازم نغيره، وهيعملوا داشبورد. فده هيبقى هنا، هنقول له خلاص سيب ده بقى، تعالى نسيف ده as query set نسميها data exploration كريم مثلا او كيتش. ماشي create كده، احنا ايه معنا اسمه ايه كوري نوت بوك نلعب بيه. داتا جت الحمد لله الحمد لله. يلا تعالى بقى نديله ده ران. الله حاجه جميله جدا، في شويه نو بايكس اجينست تايم ستامب. ماشي ماشي. عايز اقول لك ايه يا ربي، وريني كده الداتا دي كده نلعب نشوف الكوبايلوت ممكن يعمل لنا ايه. Latitude, longitude, no bike, San Jun Wood. Okay. تعال نسأله كده شوف هيعمل ايه. تعال نقول له What is the neighborhood that comes with the max no bike. وريني اسمه ايه no bikes that ايه associate with that associate احسن. حلوه اي بتنجان بقى associate with the max no bikes.
هيطلع لي المفروض بقى يعني ربنا كرمه يعني يطلع لي الكوري لو neighborhood no bikes. تعال نعملها له كده يمكن ايه case sensitive. طيب تعال نقول له اصل ايه ماكس ده with the average no bikes of 70 او ماشي 70 يلا شكلها اسوشيت دي مش حلوه. تعال نشيل الكلام ده خالص ونقول له with average ويكون انا اصلا ما عنديش كوبايلوت equals greater than ممكن ما كانش عندي كوبايلوت خلي بالك ان هو اصلا لازم يعني لما هو preview ممكن لازم يكون فيه privileges معينه. طب استنى ما فيش واضح ان انا محتاجه يعني محتاجه حاجه معينه enable عشان اقدر استعمله مش شغال يعني لسه. اوكي تمام احنا كنا فين عند الداشبورد خدنا عايزين الكوبي ده ونكاري الداشبورد يلا بينا فين بقى كرييت سيف كده في فين الداشبورد كده داشبورد مش مهم بقى نسميها توتوريال وهنقول له edit مظبوط editing و base queries add وندي له query ده بس ده مش مظبوط احنا قلنا اسمه ايه complete شكله مش شايف مش connected للداتابيز لازم add new source احنا كده ممكن نعملها اصلا من الداتابيز زي ما كل مره بنغلط نفس الغلطه ونروح نكريت لوحده المفروض نكريته على طول ماشي توتوريال يبقى انت من الكويري نفسه من الكويري نوت بوك نفسه تقول له طلع لي داشبورد فيلينكها بدل ما انت تقعد كل مره تقعد تلينك الحاجات كده خلاص تمام ماشي تمام ماشي اوكي ايه اللي حصل احنا ما سيبناش البيس كويري ده ولا ايه كرييت بيس كويري في حاجه احنا مش عاملينها انا في حاجه مستخبيه انا مش شايفها شفت بقى مش مسيب البتاع ده مش شافت السيفنج طيب في بارامترز معينه محتاجين نعملها باي مش عارف ايه ماشي بص دي بنت داشبورد كان المفروض نعملها كده طيب انا هنقفل ده ولا ايه انا مش شايف السيفنج من عندي مستخبي ورا البتاع هنقفل ده مش مهم ديسكارد ونيجي هنا نحط الكويري ده شفت احنا مش عارف ازاي يعني ما بنشوفش الكلام ده يا جماعه اوكي يلا تمام وده رن وبعدين بنت داشبورد فايه يقول لي بقى existing لا a new سميها tutorial to title اسمه داشبورد 1 create تمام المفروض بقى ان احنا هنلاقي داشبورد اتكريتد بهذا الاسم وهذه المواصفات تمام 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 في هنا حاجه احنا المفروض نعملها نيو تايل داشبورد نيم خلاص عملناها ولا ايه في حاجه كانت اسمها اوبن داشبورد افتر كرييشن كنا المفروض نعملها سيلكت فيفتحها لنا على طول
الواحد برضو لما يبقى فاشل في الديموز ما... طب هل الداشبورد اتكريتد؟ هنشوف كده في توتوريال 2 اهي. صدق موجوده، اهلا بيك. مش لازم يعني نحط الاوبشن ده قوي، تمام. ولو دخلت على ورك سبيس المفروض بقى ان انت ايه تتفرج على المنظر ده بقى، شايف كله بقى. طبعا دي اللي فكست مننا عملناها على الفاضي ديليت، ودي اللي عملناها في الاخر. يبقى انت عندك ايفنت هاوس او ايفنت ستريم الاول جاب لك الداتا من سامبل حطها في داتابيس توتوريال، قعدت تدرس التوتوريال ده، كتبت شويه كويريز كي كيو ال، في شويه كويريز عايز تخليها داشبورد عملتها في داشبورد. ده كده ليفل 1. ليفل 2 فاضل ليفل 3 اللي هو باور بي اي، كريت باور بي اي ريبورت. خلاص تعالى بقى نخلص الحته دي. في حاجه هنا كمان هو عاملها ان انت بقى تاد للفيجوال اجريجيشنز، او تحط تايم رينج، تخلي الناس تقعد تدراج تايم رينج معين وهكذا. هو انا كريت اجريجيشن، تمام. بس يعني الفكره هي مش مهم قوي ده. نخش على الريبورت عشان نخلص. هنعمل ايه؟ نفس الكلام، هناخد الكويري ده كوبي بتاع هنا، نخش على الكويري دي سيت بتاعتنا، نحط فيها كويس كل الكويريز بتاعتنا. هذا الكويري ده، بس ده ايه كالعاده محتاج يبقى ده، تمام. وبدل الداشبورد اللي هي جوه التول، نروح بقى على المين، على البرنس بقى، على باور بي اي. باور بي اي هنسمي ايه بسرعه؟ سيلكت بيلد باور بي اي، ماشي. عايزين ماب، كل ده عشان يطلع ماب، وهيحط اللات لونج هما موجودين في البتاع، والبابل سايز على النمبر النو بايكس، والنيبر هود دريل داون، ماشي. ماشي. فين الداتا؟ قال لك عايزين الاول نحط ماب. فين الماب؟ ماب ماب ماب، شايف الماب؟ هي دي ماب، تمام. نمسك الماب، وبعدين اللات، فين اللاتيتيود؟ انا بعمل ازاي؟ معلش. لات ايه ده؟ عارف لوحده، ماشي. لونج برضو، بس احنا مش عايزين سم، عايزين السم مفروض ولا ايه؟ لا، لات على طول، صح؟ مفيش سم وبتاع، لات ولونج، ماشي. والنمبر اوف بايكس حطها في البابل سايز، ماشي. نرجع هنا، ده مش عايزين don't summarize، ولا ده don't summarize. bubble size، bubble size دي ماشي، تمام. في حاجة تانية يا باشا احنا عايزينها؟ ها كده، تمام. لا، مش محتاجين الداشبورد التاني، كفاية علينا الماب. حلو قوي الماب كده. ها، هتطلع الماب دي ولا يقعد يقول لي بقى انت ما عندكش ماب؟ خلاص كده. في حاجة صح؟ بيقول لي بقى ماب فيلد فيجوال ار نوت انيبلد ان يور اورجانيزيشن. شفت بقى الفابريك ادمن بتاعي يا جماعة قفل عليا المابينج. طيب هنعمل ايه؟ هل انا كده اروح شغلي ده كله ولا ينفع لسه نلحقه؟ هات ده. ايه ده؟ ماشي، مش مهم. فابريك ادمن، ادمن بورتال، ايه ده؟ المفروض جميل، صدق. هنشوف كده فين الاوتلوك. اهو جه حاجه ريفرش ولا ما جاش؟ لا، ما مش شرط، احنا جالنا بس ده ديتا، ما جاتش بقى الكونديشن ده، ماشي. نرجع هنا لل real time dashboard. احنا كنا عايزين ايه؟ عايزين الادمن بورتال اللي هو هنا، ادمن بورتال،
ونشوف فين الماب بقى دي. ماب الله. اه ديسيبلد. شفت بقى، شفت الراجل الادمن عامل فيا ايه يا رجال. 15 minutes. لا كل سنه وانت طيب بقى. ماشي ابلاي ان شاء الله باذن الله المره الجايه باذن الله يكون الادمن واعي اللي احنا هنعمله وموافق ان احنا نفتح المابس. طيب بس عامه باعتبار ما سيكون ممكن نعمل الداشبورد الثانيه، هتبقى ايه؟ هتبقى stacked column اكس واي neighborhood اكس number of bikes واي والempty docks واي. طيب يلا بينا، تعالى فين ال stacked؟ ايه 100% ده يفرق ايه عند؟ لا يبقى شكله هو ده. اوكي خلينا في ده، انسى اللات واللونج والهجس ده. احنا عايزين ال number of bikes neighborhood و number of empty. هو ده، شكرا شكرا جدا. خلصنا. نعمل ايه؟ انا مش شايف ليه السيفنج في المستخبي ورا البتاع. شكرا. نسميه first tutorial report continue. خلاص تمام. ان شاء الله المره الجايه نبقى المابس جاهزه ويوافق ان احنا نعمل المابس. مش عارف انا لو جربت عملت اديت دلوقتي والماب حطيت ماب هيوافق ولا برضه هيقول لك لا. استنى كده، صدق ممكن افتح بقى بسرعه. لات لونج بايكس، وده مش عايزين الاجريجيشن. دونت سمرايز دونت سمرايز. ايه كوبايلوت؟ تيجي نجرب كوبايلوت؟ لا ما احنا قلنا مش كوبايلوت مش شغال. طيب ده بقى صغره شويه وده كبره شويه وفايل سيف. تمام حلو يا معلم، احنا كده تمام خلصنا. ان شاء الله المره الجايه نشوف بقى توتوريز جديده. عندك اي اسئله؟ لا يعني انا انبسطت بالتوري، بس حاسس اللي هو يعني الكلام ده كله سمبلفايد جدا. يعني انا مش متخيل ان هو اللي عمله فابريك بس بالطريقه دي. انا متخيل ان عشان اعمل الكلام ده يعني حتى بسيمبل اوتوميشن مش بقول اوتوميتد، يعني انا محتاج على الاقل يعني 3 4 ساعات. يعني هو تقريبا حتى بليفل ريبورتنج الانتجريشن برضه مع باور بي اي دي فكره حلوه جدا بصراحه. يعني بتفكرني زي ما قلت، تفكرني بالاي تي ال اللي هو بتاع زمان، بس ده كمان يعني فكره ان هو كان بينتجري سيستمز مع بعضها، ف لطيف جدا بصراحه. يعني تمام، فيعني هو ده كده اول توتوريال اند تو اند. عندك زي ما اتفقنا لما اتكلمنا على الريل تايم، في دايما ثلاثه ليفل. ليفل الانجينيرز قوي اللي هو كي كيو ال فوقيه ريفل، يعني هاف 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 50 50 كده ريل تايم داشبوردز. وبقى ليفل الايه اللي هتوريه بقى الستيك هولدرز وكده. عايز بقى طبعا احنا مش هنودي الستيك هولدر المنظر ده يعني اكيد، يعني هنحط له بقى شويه حركات حلوه. بس يعني باور بي اي يعني طبعا more powerful عن الريل تايم داشبوردز اللي موجوده في كوستو. تمام، ونشوفكم المره ان شاء الله الحلقه الجايه بقى لو عايزين نكفر توتوريالز ثانيه، او لو في حد عنده اي اسئله وعايزين ندايف ديب عليها ولا حاجه. تمام يعني دي فكره حلوه، احنا ممكن الناس لو حد عنده سؤال يكتبه هنا في الكومنتس، ممكن نعمل حلقه تانية نعمل ديمو ونجاوب على الاسئله اللي الناس عندها في الكومنتس. ف مظبوط. يعني بشكرك بصراحه على وقتك بالعفو. وعلى المجهود صح الكبير ده. انا يعني مش عارف اقول لك ايه، بس فعلا يعني ان شاء الله يكون مفيد للناس ونستفاد منه. وزي ما قلت هو الكلام ده كله على يعني يبان ان هو على فابريك، بس هو الفكره نفسها ممكن تطبقها باكتر من تكنولوجيا. يعني الكلام اللي قلناه في الاول كله تمام
90% ده كلام عام يطبق على اي كلاود فابريك بس اه تعيشه، بس ممكن لو عندك كلاود تطبق نفس الكونس اه ممكن نقول ان في مش متاكدين اذا كان في حاجه بتغطي كل الكلام اللي فابريك بيعمله ولا لا، بس يعني ايه حتى لو ما فيش الفكره العامه اعتقد وضحت يعني. ف بنشكر كريم على وقته وان شاء الله يعني الحلقه الجايه نكفر توتوريال تانية ونجاوب على اسئله والناس عندها اسئله. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.